بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا ومستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. وشوطنا الثاني والعشرون يسير بحفظ من الله وتوفيقه، يحمل منافسات الجعدان من فئة المحليات الأصايل. نتمنى توفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط، إلى الوسمي لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري. بينما أنتقل إلى المركز الثاني، أجد هناك مع مقدام محمد بن هادي بن بيحان المنهالي. أنتقل إلى المركز الثالث، هناك مع هذه الانطلاقة من المايدي لسعيد بن محمد بن مبارك الخيالي. بينما المركز الرابع، فالوصول ياتي من قاصد لمرزوق بن منصور بن محمد المنصوري. بينما المركز الخامس، فالوصول ياتي من خلال وجودي وحضور هذا الاسم القادم، اللي هو هناك مع الكايد سلطان بن راشد بن محمد الهاجري. بينما المركز السادس، سادس المراكز، فالوصول ياتي هناك مع انطلاقة موفق لعبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي. بينما المركز بينما الوصول هناك إلى المركز السابع مع الشهم الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. بينما وصول الآخر مع المركز الثامن من طلع لعوض بن حمدان بالتشيلة العامري. بينما المركز التاسع وصل فيه وتحرك هناك لازم سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي. وعاشر المراكز مع عناد مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي. لكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى مقدمة الأداء من خلال هذا الحضور، من خلال هذا الوجود، من خلال هذه المنافسة الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة، حيث تجتمع به الأصايل والشعارات التي تتوافد من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق للمشاركة في هذا الشوط وفي هذا أيضا هذا الميدان. ولكن أعود إلى طلع، أعود إلى طلع اللي طلع على المركز الأول، راح إلى الصدارة. هنا عوض بن حمدان بالتشيلة العامري، روح يا بالكيلة روح. هنا على المركز الأول ولكن بن كليب، ولكن بن كليب يقدم لنا شعار مع موفق عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي. بينما المركز الثالث لازم سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي. رابع المراكز مع انطلاقة مقدام محمد بن هادي بن بيحان المنهالي. والمركز الرابع معدي مصبح بن سيف بن مصبح بن طوق وبن زيتون، يقدم شعار، يقدم شعار ويقدم لنا الباسل محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. شوف اللي قادم على المركز الخامس، هذا عناد لمبارك بن جمعة بن مغير الخيالي. وصل عناد، وصل عناد وبن كليب على المركز الأول. ولكن عناد، عناد 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 واللحظات الأخيرة، واللحظات الأخيرة موفق، موفق وعناد، موفق وعناد، عناد موفق، موفق وعناد. ولكن موفق هنا في اللحظات الأخيرة، عناد وموفق واللحظات الأخيرة، ولكن عناد هو البطل. تهانينا لمبارك بن جمعة بن مغير الخيالي على الفوز في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني موفق لعبد العزيز بن سيف بن كليب. المركز الثالث كان حاضرا هو أيضا لازم سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي. المركز الرابع هناك مع المركز الثالث، المركز الثالث معدي مصبح بن سيف
بن مصبح بن طوق بينما المركز الرابع هنا المركز الرابع معدي مصبح بن سيف بن مصبح بن طوق المركز الخامس هنا كان مع ايضا الباسل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. اذا التوقيت الزمني 5:53 و74 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عناد على هذا الفوز والانتصار. المبارك بن جمعة بن مغير الاخيري والسلام ارماح سلام. بينما المركز الثاني التوقيت الزمني 5:53 و80 جزءا من الثانية كان موفق لعبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي. بينما المركز الثالث كان حاضرا مع المركز الثالث لازم سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي. توقيت الزمني 5:55 و99 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الرابع معدي لمصبح بن سيف بن مصبح بن طوق والتوقيت الزمني خمس دقائق 56 ثانية و80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الخامس كان الباسل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 5:56 40 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله.